السلام عليكم. وعليكم. ألم يأمر القرآن بعدم الخروج على على الإمام؟ هذا المتكلم الشيعي الرافضي الذي يسمى ثائر الشيعي الرافضي، والآن هو من العراق أو من إيران، يقول ما قال حفاظا على التشيع الرافضي النصيري في سوريا، ولا يتفطن لما يلاقيه إخواننا من الذبح هناك ومن التشتيت والتشريد. السلام عليكم.